انت ليش تركتي 2007 لحد 2010 ل 2014 ورجعتي؟ ليش هذا الانقطاع عن التمثيل وانت ممثلة موهوبة؟ شكرا. يعني انا بذاك الوقت ما اكتشفت نفسي موهوبة نهائيا. دخلت المسلسل امطار النار، هو لعب، شايفه لعبه تلعبين بها او لعابه، انه خلاص انا حبيتها وراح ادخل. دخلت بامطار النار 2007، وبعدين كملت دراسه ودخلت المعهد. حلو. تخرجت من المعهد 2009، تخرجت وتزوجت، فوراها صار بيت الزوجي والاطفال، فصار هذا الانقطاع. بس مو لان تحررتي من الزواج؟ تحررت بالزواج، العفو. اكيد. انا بدي اقول الشغله، ليش انا وافقت بالزواج وانا عمر صغير جدا؟ انت تزوجتي زواج خلينا نقول عليه، احنا شو نسميه هسه؟ تقليدي ونسميه اللي هو ببدايه العمر. بعدك ما فاهمه شيء من الدنيا. شنو سبب هذه موافقتك على الزواج؟ شنو سبب موافقه اهلك؟ شغلتين. اول شيء لانه هو دكتور ومن عائله معروفه ومن اهل بغداد، هذا ساعدني على الموافقه حتى اجي لبغداد. لان انا من المستحيل راح اطلع عن اطار اهلي، بما انه عندنا عادات وتقاليد، ما تطلع البنيه الا من بيتها زوجها. فانا اجت الفرصه، قلت للمستقبل يجوز اصير فنانه، ممكن تتطور، ممكن اكمل كليه. يعني هو هذا التحرير يعني انت الأسري. شفت